النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة ليوم الخميس، والتي تشير إلى اندفاع حزم كبيرة من السحب والغيوم نحو المملكة. هذه السحب والغيوم هي مرافقة لمقدمة لموجة حارة، وبالإضافة إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي. كما نلاحظ وكما لاحظتم اليوم، كانت الأجواء بالرغم من أنها حارة إلا كانت غالبا غائمة في معظم الأوقات. نستطيع أن نرى من خلال خرائط درجات الحرارة القريبة من سطح الأرض إلى استمرار اندفاع مزيد من الهواء الحار والساخن نحو المملكة. هذه الألوان الحمراء الداكنة تنم على ارتفاع كبير في درجات الحرارة القريبة من سطح الأرض، حيث هذه كانت خرائط نهار هذا اليوم الخميس. غدا الجمعة، استمرار في اندفاع المزيد من الهواء، وحتى يوم السبت كما تلاحظون يصل إلى مناطق مختلفة، وصولا إلى تركيا وشرقي البحر المتوسط، وبالتالي تصبح معظم مناطق بلاد الشام تحت تأثير كتلة هوائية حارة في طبقات الجو السفلى، وهي أعلى بكثير من المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. وبالتالي نتوقع المزيد من الارتفاعات على درجات الحرارة. الطقس سيصبح حار للغاية خلال الأيام القادمة، ولكن في ذات السياق يتوقع أن تتدفق كتلة هوائية باردة لكن في طبقات الجو العليا وليس في طبقات الجو السفلى، ستتمركز فوق الأراضي المصرية. هذه الكتلة تتحرك، تكون في عمق الأراضي المصرية ثم تتحرك باتجاه المنطقة، كما تلاحظون تكون في هذه المنطقة ثم تقترب من المملكة. تلاقي هاتين الكتلتين، الساخنة في سطح الأرض والباردة في طبقات الجو العليا، سيعمل على تشكل حالة يومية من عدم الاستقرار الجوي، تكون منذ ساعات العصر وبعد الظهر وحتى ساعات المساء في بعض المناطق، حتى أن جمهورية مصر تتوقع أن تتعرض بشكل قوي لهذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي، والتي تتوقع أن تشمل أيضا بعض أجزاء من المملكة بالرغم من الأجواء الحارة. هذه المناطق التي ستتعرض، إذا ذهبنا توقعات الهطولات المطرية اعتبارا من صباح يوم الجمعة، هناك فرص لبعض الأمطار الرعدية على المناطق الجنوبية المملكة بما فيها مدينة العقبة، بالرغم من وجود ارتفاع على درجات الحرارة والأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة، إلا أن هناك فرص لأمطار رعدية في بعض المناطق. تتطور هذه الأحوال الجوية بعد الظهر والعصر وحتى ساعات المساء، تصبح معظم مناطق جنوب المملكة على موعد مع فرصة لأن تشهد زخات رعدية من الأمطار. طبيعة هذه الأمطار تستدعي الانتباه للغاية بسبب أنها تكون في البداية عشوائية الطابع، لكن لا يمنع أن تكون غزيرة ولكن في نطاقات جغرافية ضيقة وفي أماكن ضيقة، وهذا الأمر يعمل بطبيعة الحال على تشكل السيول القوية وأيضا حدوث وجريان الأودية في المناطق الجنوبية للمملكة. كما أن هذه السحب والغيوم عندما تأتي في وسط الأجواء الحارة تعمل على حدوث نشاط كبير في سرعة الرياح السطحية لأوقات معينة، وتتسبب بإثارة الأتربة والرمال، وربما تصل على شكل بعض العواصف الترابية محلية الطابع. هذه الأحوال الجوية تشمل معظم مناطق جنوب المملكة غدا الجمعة بالرغم من الارتفاع المتوقع على درجات الحرارة، وتشمل أيضا بعض مناطق والأغوار الجنوبية، أقصد منطقة وادي عربة وأيضا مدينة العقبة. تتراجع هذه الأحوال الجوية ليلا، وهذه طبيعة حالة الاستقرار الجوي في أوائل فصل الصيف وأواخر الربيع. كما نلاحظ تراجعت، إذا كانت تغطي معظم المناطق، تتراجع ليلة الجمعة على السبت وتعود مرة أخرى إذا نهار يوم السبت. تقريبا يتكرر نفس السيناريو، جمعة وسبت وأحد بعد الظهر هناك فرص لأمطار رعدية في المناطق الجنوبية من المملكة. السؤال، هل ستمتد إلى مناطق أخرى؟ تجدر المتابعة الحديثة لحركة السحب يوميا، ولكن عموم مناطق المملكة تحت تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة، لكن توقعاتنا أنها تنحصر في المناطق الجنوبية بمشيئة الله تعالى. عودة للأجواء هذه الليلة، الطقس كما تلاحظون رائع جدا، درجات حرارة جيدة بالرغم من دفئها في ساعات الليل، لكنها مناسبة للجلسات
الدرجات الخارجية التي طالما يعني انتظرها والعديد تساءل عنها في شهر 5. درجة حرارة الصورة هذه الليلة فقط 25 درجة مئوية، يعني تقريبا درجات الحرارة تساوي ما كانت عليه العظمى وأعلى حتى خلال الأسابيع الماضية. طبعا كما ذكرنا الأجواء ممتازة للغاية. غدا وقت ساعات الإفطار في العاصمة الأجواء غائمة جزئيا، للحقيقة وللإنصاف الطقس حار غدا، تصل درجات حرارة ما يتجاوز 35 درجة مئوية، لكن وقت ساعات الإفطار تنخفض إلى 30 درجة مئوية. قد يعني يقول البعض أنه مناسب للجلسات الخارجية، وسواء في طبعا شرفات المنزل أو على يعني في مناطق في المنزل، ولكن الانتباه بأن المناطق الجنوبية من المملكة ربما تكون على موعد مع زخات رعدية من الأمطار مع ذلك الوقت في وقت الإفطار بمشيئة الله تعالى. دعونا نتعرف الآن على درجات الحرارة غدا والجمعة والأحوال الجوية المتوقعة في مدن المملكة. إذا في إربد من 35 إلى 24 أجواء حارة، جرش 34 إلى 24، عجلون من 33 إلى 22، وفي المفرق من 35 إلى 22 درجة مئوية. المناطق الوسطى في العاصمة عمان 35 إلى 25 طقس حار، 33 إلى 27 في السلط، مادبة 33 إلى 24، أما في البحر الميت فترتفع إلى 42 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى 29 درجة مئوية، في الزرقاء من 35 إلى 24 درجة مئوية. كما تلاحظون مناطق جنوب المملكة الأجواء مغايرة فيها نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي، تكون الأجواء غائمة في الكرك من 28 إلى 24، في الطفيلة من 31 إلى 24 مع فرصة لأمطار رعدية مع ساعات ما بعد الظهر والعصر. كذلك الأمر في جبال الشرام من 29 إلى 22، كذلك الأمر في معان المتوقع ممكن يحدث فيها زخات رعدية من الأمطار بعد الظهر من 31 إلى 21، أما في خليج العقبة فتكون درجة حرارة 38 نهارا 28 ليلا مع فرصة لأمطار رعدية ربما تصل إلى أكثر من ذلك في خليج العقبة، لكن مع وجود سحب ركامية كثيفة مبكرا قد تنخفض درجات الحرارة العظمى ولا تسجل درجات حرارة مرتفعة بالرغم من وجود كتلة ساخنة وحارة بالقرب من سطح الأرض. المناطق الشرقية من المملكة في رويشد من 35 إلى 20، في الصفاوي أجواء حارة من 37 إلى 21، وفي الأزرق من 38 إلى 25 درجة مئوية. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة 35 إلى 25 الجمعة، 35 إلى 26 السبت، 36 إلى 27 الأحد، أجواء حارة للغاية وغير معتادة على فكرة للعلم في هذا الوقت من العام. درجات حرارة تقريبا العظمى المعدل لها في العاصمة عمان حوالي 27 إلى 28 درجة مئوية، العظمى المتوقعة تتجاوز ذلك بكثير وتستمر على خلال الأسبوع المقبل لفترات طويلة بمشيئة الله تعالى. قبل الختام بعض التنبيهات والتوصيات بشأن الحالة الجوية السائدة في المملكة، نبدأها بيوصى بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الظهر والعصر، خاصة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. كما يعني هناك نصيحة هامة بعدم ترك المنظفات الكحولية في المركبات في هذه الأجواء الحارة لأنها قد تتسبب بالأضرار في بعض الأحيان. الأمر الآخر ينصح بالإكثار من شرب السوائل والمرطبات الباردة بعد الإفطار وقبل السحور تحضيرا للأجواء الحارة. والأمر الثالث وينصح بالابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب بسبب احتمال تشكل السيول في جنوب المملكة بسبب حالة عدم استقرار جوي المتوقع. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.